وحشتيني يا مس نهى كتير كتير كتير. تعالي بقى حبيبتي مس نهى، وحشتينا. مدرسة ملهاش طعم ولا لون من غيرك. ترجعي لنا بالسلامة وربنا يوفقك في رحلتك إن شاء الله. مس نهى وحشتيني قوي، أخبارك إيه؟ طمنينا عليكي وربنا معاكي وتجينا بالسلامة يا رب. سلمي لنا على مستر حسام. عايزة أقولك يا مس نهى إنك وحشتينا قوي، يعني كفاية إنك بتبقي معانا في المدرسة وروحك كده معانا وسند لينا لما نحتاجك في أي وقت. ربنا يرجعك لينا بالسلامة وتكون رحلة ليكي موفقة، واتمنى لك كل الخير لأنك إنسانة فعلا تستاهل كل خير. وحشتينا جدا 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 يا مس نهى، ربنا يطمنا عليكي وترجع لنا بألف سلامة. السلام عليكم، ازيك يا مس نهى؟ وحشتينا جدا طبعا زي كل الناس ما قالت. فعدى اسبوع ومستنيينك ترجعي الاسبوع الجاي بفارغ الصبر. ربنا يعينك على اللي عندك ويعينك لما ترجعي لنا ان شاء الله. احنا من غيرك يعني محتاسين، ربنا يوفقك يا رب. ازيك يا مس نهى، عامله ايه؟ وحشتيني جدا 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 جدا. المدرسه ملهاش اي طعم من غيرك، والشغل كتير جدا من غيرك، والشكاوي كتير جدا من غيرك. تعالي بس بقى بسرعه يلا، عشان احنا خلاص يعني محمد امسح البيت ده، محمد امسح البيت ده. مس نهى وحشتينا جدا، يا رب ترجع لنا بالسلامه. ازي حضرتك يا مس نهى؟ وحشتينا جدا، ونتمنى ان شاء الله تبقي موفقه في رحلتك وربنا يرجعك لنا بالسلامه. وحشينا جدا 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 المدرسه، يعني احنا هنا فعلا مفتقدينك، وما تنسيش تسلمينا على حسام. ان شاء الله تبقى رحله سعيده. وحشتيني يا مس نهى، ترجعي بالسلامه ان شاء الله يا مس نهى. وحشتيني يا مس نهى، مفتقدينك قوي في المدرسه، ترجعي لنا بالسلامه ان شاء الله. وحشتيني يا مس نهى، ترجعي بألف سلامه ان شاء الله. وحشتيني يا مس نهى، وحشتيني يا مس نهى، ان شاء الله ترجعي لنا بألف سلامه. ترجعي لنا بألف سلامه يا مس نهى. وحشتينا يا مس نهى، وترجعي بالسلامة بإذن الله. وحشتينا يا مس نهى، وترجعي لنا بألف سلامة. وحشتينا يا مس نهى، ترجعي لنا بألف سلامة.